ايوه السلام عليكم. انا ما كنتش غنهضر زعما الصراحه، ما فيش نهضر مره، ولكن نتوما كتخليو بنادم ينفاش راه صاحبي. دابا شنو سمعتي انا هذيك كتهضروا في الناس الخارج، فيما كان شي واحد شي بوزبال طالع كيهضر بالناس الخارج، الاخر كيقول له كيجيبوا لنا المارك مع اننا ما نعملو بيهم، الاخرى قالت لك هذوك ماشيين مع لا برا، الاخر قال لك انتوما بعتوا الوطن ديالكم. اش من وطن بعنا حنايا؟ حنا مشينا ندبروا راسنا، خلينا بعنا حتى شي، حنا مازال كنعاودوا المغرب، كنعاودوا بلادنا، كنجلسوا معاكم، كنتهلاو فيكم، كنتهلاو فيكم. حنايا الناس الخارج كيجيو للمغرب كيعاونوا الناس، كيعاونوا العائلات ديالهم اللي خصو شي عمليه كنعملوها له، كاين الجمعيات في بلجيكا، في هولندا، في الانجليز، كيجمعوا الناس الحوايج كيصيفطوها لهم كرارس. يعني ما تنساوش الخير، ما تنساوش السكن كيعاودوا في الكيران. الله يهديكم، الله يهديكم، نسيتوا الخير كامل. دابا ما يدين كلكم كتهضروا انتوما حقا والواد جبتوا، حنا ما جبنا لكم شي كورونا، كورونا دخلت في العالم كامل، حتى واحد ما كنعرف راسو فيه كورونا. فهمتي، نحمد الله اللي ما كاينش الناس بحال الطاليان وبحال الامريكا في 140,000. ما جبرتو ما ديروا دابا كتهاجموا من الناس الخارج، راه عيب عليكم هادشي هذا، راه حشومه تبقى تقول الهضره هذه. راه عندنا الوالدين ديالنا في المغرب، وعندنا الحباب ديالنا، وعندنا الناس اللي كنعاونوهم، وسير كنضربوا تماره هنايا باش كنعملوا مشاريع في بلادنا ونخلصوا الديور ديالنا ونعاونوا عباد الله في سبيل الله، نعملوا هادي وشي فهمتيني، حديت وحارس. وسير قلب على العمال الجاليه المغرب الخارج، اش مستثمر ما استثمر في المغرب، شحال من المعمل ديالهم، شحال من المقاهي ديالهم. ويسترن يونيون، مشي عند ويسترن يونيون سقساه، تقول له شحال ديال الاموال كتدخل لكم من الناس ديال الجاليه المقيمه بالخارج، اموال طائله كتدخل للبلاد، كتعاون الفقراء، الوالدين، الاخوان، ولد عمك مريض، عمك خصو العمليه، بنت خالتك مريضه، هادي ساعدونا، حنا كنساعدوكم. ودابا هاد الوقت هذا جاتكم نتوما بالعكس صاحبي، هادشي خصكم بالعكس تقولوا الناس ديال اوروبا الله يحسن العوان ديالكم، الله يكون معاكم، الله يشوف لكم هاد المرض، نتمنوا هادشي يمشي باش نجيو نشوفوكم. الا بقيتو كتهضروا هادشي كله غايجينا عندكم، ما يبقى بنا حتى واحد يجي، يبقى بنا ميعود المغرب يقول اش كدير انا جالس مع هادو. هاد السنوات اللي ضيعت حياتي كامله كنعاونهم، تقلبوا عليا فرمشات عين، تقلبتوا على الناس وليتوا كتعايروا الناس. من هب وذب كيخرج يهضر، مالكم اصاحبي؟ واش مراد مع راسكم؟ واش ما عندكمش المنطق؟ واش ما عندكمش العقل؟ كاملين كتهضروا، المراه كتقول لك هذاك بلا ما تقول الاسم ديالها شهره، قالت لك لا انا نهود السوق نسلم على الناس. من انت؟ شكون انت لالا؟ اشكون انت لالا؟ شات الاهانه، الناس كتموت في العالم وانت جالسه كتضحك. كورونا والله الا كورونا، شات الاهانات. الاخرين خارجين الزاق كيعملوا احتجاجات على كورونا، ماشي بحالك المغرب ماشي ديالك. واش نتوما بشر ولا اليانس؟ واش نتوما بشر ولا ماشي بلاصه اخرى ما عارفينهاش حنايا؟ بركه ما التفاهات، بركه ما التفاهات. واللي عنده شي دار ديالو دخل ليها، دخلوا لديوركم، ربي ولادكم، هذا الساعه تربي ولادكم مزيان، ما تبقاوش ديروا داكشي اللي كديروا في الزنقه، خارجين في الزنقه كتحيحوا والناس كتموت في العالم، والمخزن جالس كيدخل فيكم، المخزن عيا، الناس ما كتنعش، القويات كاع ما كينعسوا ولا مساكن كيبقاو معاكم 24 ساعه. الناس قالوا لكم السبع عشيه دخلوا، الناس باقا كتسيركولي الزنقه. القائد سمح في ولادو ومراتو بوحده في الدار، والبوليسي والقوات المساعده واعوان السلطه. وانا لا اجامل احدا، انا لا علاقه لي بالمخزن ولا الشرطه، ولكن كنقول لك الناس خدامه قايمه بالواجب ديالها. احترموا الناس، احترموا السلطه، دخلوا لديوركم، احتجزوا لهذا الوباء، ومن بعد غنتحاسبوا. ملي غادي الصيفيه غادي نتحاسبوا على القضيه ديال الناس ديال الجاليه ما تدخلوشين عندنا، كتجيبوا لنا الامراض، كتجيو معوقين معوجين، ها كتجيبوا لنا، حنا كنجيبوا لكم الزبل، حنا كنجيبوا لكم، ما كتحشموش تقولوا هاد الهضره هادي. ملي كنجيو حنا كنفورنيو، ها لي ريستورون ضخمين كتعشاو معانا الحوايج، ها كنساعدوا معاكم. ماشي انا ما كنقولش هادشي، هذا كنجمع كلشي. كاين المغاربه اللي هما مدبرين اكثر منا حنا اللي في اوروبا ولا في امريكا واستراليا. كاين المغاربه والله عمرها سلعه بخير مع راسهم، ما تسمعش انهم هاد الناس اللي عقلانيين
وما يقولكش هاد الهضره، بالعكس يرحب بك للدار ديالو، يفتح لك الدار ديالو، فيلا نعم سيدي مرحبا بك عندي، تايب العشاء تجلس معاه. وهاد بو الزبال هذا ما عرفناه منين خرج، الاخر كيقول لهم دين امكم قلتوا في بلادكم من عاد، اش هاد الهضره هادي؟ حشومه حشومه. واقول هاد الهضره من هاد المنبر هذا، كنتمنى باخواتي المغاربه، انا عاد وليت كنعمل اليوتيوبر دابا لان قوى عليا هادشي هذا، القناه ديالي راه جاني تو ان استراليا معروفه. وشكرا جزيلا لكم، ونتلاقاو في شي حلقه قادمه ان شاء الله.